يقولون ان العرق جساس الى الزوجة، فهل هذا العرق من الام او الى الخال؟ لا شك ان العروق لها اصل، ولكن الحديث هذا ضعيف، الحديث في هذا العرق جساس ضعيف، ولكن العروق لها اساس. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو انه رأته ولدت غلاما اسود يخالف لونه ولونها، فاتهمها وعرض بان ينفيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من اورق يعني اسود؟ قال: نعم. قال: فأنى اتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالعرق قال له اخ. وهكذا جاء في بعض الاحاديث عند تصوير النطفه ان الله يصورها طرة كذا طرة كذا، قد يكون شبه للزوج، قد يكون شبه للوالده، قد يكون شبه لبعض الاقارب. فالحاصل ان هذا له اساس وله اصل، فينبغي اختيار العروق الطيبه والمناسب الطيبه للدين والخير والاستقامه والاخلاق الفاضله.